بسم الله الرحمن الرحيم، معكم دكتور مهدي الصحاف، اختصاصي أول جهاز الهضمي والكبد والمناظير في مستشفى المواساة في عيادات المنقف. حاب اليوم أتكلم عن أحد الحالات الشائعة اللي نشوفها في عيادات الجهاز الهضمي، وهي مشكلة عسر الهضم. المقصود من عسر الهضم هو وجود ألم في الجزء العلوي من البطن، أو الشعور بالشبع المبكر بعد تناول كمية قليلة من الطعام، أو وجود انتفاخات بعد تناول كل وجبة، وقد يصاحبها بعض الأحيان الشعور بالغثيان أو التقيؤ، ويكون عادة سبب عسر الهضم إما ناتج عن وجود مشكلة عضوية في المعدة أو الاثنى عشر، أو قد تكون ناتجة عن وجود اختلال وظيفي في حركة المعدة أو الاثنى عشر. والعسر الهضم الوظيفي بشكل عام لا يعتبر مرض خطير ولا يؤدي لمضاعفات خطيرة، ولكن في بعض الأحيان قد تكون مزعجة وشديدة بحيث أن تؤثر على حياة العملية للشخص. ويتم تشخيص عسر الهضم الوظيفي عن طريق أخذ التاريخ المرضي للمريض وقيام بعض الفحوصات حسب تقييم الحالة، وأهمها عمل المنظار العلوي للجهاز الهضمي لاستبعاد أي مشاكل يخص المعدة أو المريء أو الاثنى عشر. وتتطلب في بعض الأحيان عمل فحوصات أخرى مثل عمل فحص سونار للبطن أو الأشعة المقطعية للبطن لاستبعاد أي مشاكل أخرى. طرق علاج عسر الهضم الوظيفي يبدأ من التغيير النظام الغذائي للشخص، مثل الابتعاد أو التقليل من الأطعمة الغنية بالدهون، وتقسيم وجبة الطعام بكميات قليلة عدة مرات في اليوم، وعادة نقوم أيضا بعمل فحص النفخ لجرثومة المعدة، وعند اكتشاف وجود الجرثومة نقوم بإعطاء المريض كورس من المضاد الحيوي بالإضافة إلى الأدوية المثبطة للأحماض التي قد تساعد في تقليل أعراض عسر الهضم.